عن السيدات ازاي نشخص حاله البريماتور اوفيلان فيلر؟ بعض الادويه قد يكون ليها تاثير في حدوث هذا الفشل المبكر للمبيض. اسباب ترجع الى وجود مشكله في عنق الرحم. ياتيكم في الاوقات التاليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج دنيا الأمومة. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن طرق الإخصاب الصناعي، واتكلمنا على ان هناك ثلاث طرق للإخصاب الصناعي: التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب والحقن المجهري. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا باستفاضة عن التلقيح الصناعي، وعرفنا ايه الأسباب اللي ينفع فيها والأسباب او الحالات اللي هي تصلح ان احنا نعمل فيها تلقيح صناعي، وايه الحالات اللي احنا ما ينفعش نعمل فيها تلقيح صناعي. هنتكلم النهارده عن بقى ايه اطفال الانابيب او طفل الانابيب. وزي احنا عارفين لو احنا رجعنا للتاريخ طفل الانابيب، ان اول حاله اتسجلت او اول حاله ولدت عن طريق طفل الانابيب هي لويزا براون، والكلام ده كان سنه 1978، ودي كانت لسيده بريطانيه. يعني سجل التاريخ ان اول طفلة ولدت عن طريق الطفل الانابيب كانت لويزا براون. طيب ماذا وكانت طبعا بولادة قيصرية، يعني طفل الانابيب لازم ولادة قيصرية. طيب ماذا نعني بعملية اطفال الانابيب؟ زي ما قلنا هو اخصاب البويضة بالحيوان المنوي في انبوب الاختبار بعد اخذ البويضات الناضجة من المبيض لتوضع في مع الحالة المنوية الجيدة. يعني القصة هنا بتختلف عن الحقن المجهري، عشان احنا عايزين نوضح في الحلقات دي عشان نفهم الناس الفرق ما بين الثلاث طرق في الإخصاب الصناعي. دي احنا زي عملية التلقيح الصناعي بالنسبة للسائل الرجل، احنا بناخد الحيوان المنوي بتاع هذا الرجل، بنحضره، بنختار منه الحيوان المنوي الكويس السريع اللي ما فيش اي شوائب، وفي نفس الوقت بندي الست على الناحيه الثانيه الاخصاب، وبندي اندكشن لحد ما بنتم عمليه سحب البويضات، وبنيجي ناخد البويضات بتاعه الست والحيوان المنوي بتاع الرجل، بنحطها في ميديا معينه، احواض معينه بها ميديا بالظبط، او بيئه خارجيه مثل البيئه الداخليه للست. دي بتستغرق هذه العملية بقى من حوالي يومين لخمسة أيام. بناخد البويضات الناضجة من المبيض لتوضع في مع الحيوانات المنوية برضو الجيدة السريعة، بنحطها في زي ما قلنا كده أحواض بها بيئة وبها سائل اللي احنا كنا بنتكلم عنه في عنق الرحم، ان بتفرز ماده بتغذي الحيوان المنوي، وهذه الماده بنبقى واضعينها في هذه الاحواض لحد ما الاجنه دي بتتقابل، الحيوان المنوي بيتقابل مع البيضه وبتم تكوين مرحله الاجنه. هي دي الاجنه دي اللي بناخدها وبنبدا نرجعها للست تاني في الرحم. طيب ايه هي الدواعي استخدام ان احنا نلجا الى طفل الانابيب؟ يعني ما نفعش فيها تقريبا هي الدواعي الاستخدام اللي احنا ممكن نقولها، اللي هي قلناها في الحلقه السابقه، اللي هي ما ينفعش معاها ايه التلقيح الصناعي، اللي هو اولا بنتكلم على عقم السيدات، عقم السيدات الناتج عن تلف في الانابيب. احنا قلنا هناك ان ما ينفعش اعمل تلقيح صناعي في واحده عندها الانبوبتين مسدودين، ما ينفعش اعمل تلقيح صناعي في واحده عندها البطانه المهاجره او الاندوميتريوزس مكسره المبيض، مكسره الانابيب، مكسره الرحم، ما ينفعش. فيبقى ايه الحل البديل؟ الحل البديل اللي هو طفل الانابيب، وبعد كده في حل بديل تاني اللي هو الحقن المجهري. الثلاث اشياء يعتبر هم بدائل لبعضهم. ما ينفعش التلقيح الصناعي بنخش على طفل الانابيب، ما ينفعش طفل الانابيب بنخش على الحقن المجهري. طيب يبقى اولا عقم السيدات الناتج عن مشاكل في الانابيب، انسداد في قناه فالوب،
انسداد في تدمير في بطانه البطانه الداخليه لقناه فالوب اللي هي السيليا اللي احنا قلنا عليها، هي اللي بتساعد على حركه البويضه حتى تصل الى عنق الرحم. ايضا عقم الرجال، عقم الرجال اللي هو بقى اللي ما ينفعش معاه تدقيق صناعي زي ما قلنا، اللي هو اللي ما فيش حيوات منويه، ضعيفه خالص، الحركه ضعيفه خالص. فده بنحاول ننتقي على قد ما نقدر احنا في حاله بقى الطفل الانابيب، ان انا مش محتاج كميه كبيره من الحيوات المنويه، مش محتاج حركه خالص في الحيوات المنويه، يعني حتى لو الحركه واحد او حتى زيرو ممكن انا استخدمها في الطفل الانابيب، لان انا مش محتاج الحيوان المنوي يتحرك، لان انا باخد الحيوان المنوي بقربه للبويضه بتبقى جنبه، في يعني هو قدرته على ان يعبر داخل الغشاء الخارجي للبويضه، هو ده اللي انا عايزه منه في طفل الانابيب. طيب برضو الامراض الوراثيه، يعني تستخدم اطفال الانابيب في حالات الامراض الوراثيه الجينيه اللي هي في مرض وراثي، يعني احيانا بيبقى هناك خلل او مرض وراثي في بعض الحالات المنويه دي، بنستثنيها وبنحاول ننتقي من الحالات المنويه اللي هي ما فيهاش مشكله، وبرضو ده من خلال الاطفال الانابيب. طيب ايه هي الحالات التي تستدعي استخدام تقنيه اطفال الانابيب؟ قلنا واحده تقدم بها العمر، زي ما قلنا واحده عندها 40 سنه مش لسه هفكر ان انا اعمل لها تدقيق صناعي ولا انا اعمل لها اندكشن ولا اديها علاج، لا تقدم العمر وخلاص يا ستي تعالي هنبدا معاكي في طفل الانابيب، لان كده انت سواء حتى لو انت متجوزه قريب او متجوزه ليكي فتره، لا ان سن كبر نلحق نفسينا قبل ما المبيض بتاعنا يبدا، زي ما قلنا ان المبيض بينزل بعدد معين من البويضات على مدى عمر الست، كل شهر بتطلع بويضه او بيطلع اكتر حسب لو هي بتاخد علاج او ما بتاخدش علاج، فكل ده استهلاك او استنزاف للمبيض بتاعها. فانا لو سبت واحده زي كده عماك استنزف فيها استنزف فيها لحد ما المبيض بتاعتها تفضى، وابدا بعد كده قلت عايز ست اعمل لك طفل انابيب، لا مش هلاقي مش هلاقي بويضات، خلاص انا استنزفت المبيض بتاعها فدي. يبقى لو واحده جايه لي في ال 40 سنه مش لسه هديها بقى علاج، لا بقول لها تعالي بقى نرجع على طول واشرح لها القصه واقول لها نبدا ناخد ايه في نمشي في موضوع الحق المجهري او موضوع طفل الانابيب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. طيب تلف برضه في الانابيب، وده من خلال مرض درن بالهرسيا، برضه بطانه رحم مهاجره ادت الى انسداد الحيوان، انسداد الانابيب او قناتي فالوب، ما ينفعش معها تلقيح صناعي، ما ينفعش معها حمل طبيعي، برضه دي من الاشياء اللي انا بلجا من خلالها الى التلقيح الصناعي. ايضا مرض البطانه الرحم المهاجره، ودي الاندومتريوزس، هتلاقيني انا بتكلم كل ما بتكلم في اي موضوع وكل ما بتكلم في اي حاجه تخص تاخر الانجاب عند السيدات هتلاقيني قايل اندومتريوزس او بطانه الرحم المهاجره. عشان كده بطانه الرحم المهاجره من الاشياء اللي هي الطب الحديث اكتشفها، ومن الاشياء اللي رفعت نسبه ان يحصل حمل عند السيدات اللي هي كانت تعاني من الانكسبلين انفيرتيليتي، ما كانش معروف السبب. يعني قبل ما نوصل او قبل زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده ان انا اشخص بطانه الرحم المهاجره من خلال الهرمون اللي بيتفرز فيها من خلال الدم اللي هو كنا بنقول عليه السي اي 125، دي كانت بطانه الرحم من الحاجات اللي ما حدش يعرف عنها اي حاجه، ومن الحاجات اللي كانت بتسبب من حوالي 30 ل 40% من تاخر الانجاب عند السيدات. ودلوقتي اكتشافها واكتشاف علاجها يعني ادى الى رفع، يعني ربنا عطى ناس كتيره ما كانتش يعني تفكر او ما كانتش تحلم ان يكون عندها جنين، توصل علاج لهذه بطانه الرحم المهاجره ادى الى رفع هذه النسبه. عقم الرجال بقى الناتج عن قلة العدد، عن ضعف الحركة ونسبة التشوهات، عن الرجال اللي هي زي ما قلنا بتتكون عندهم أجسام مضادة بتهاجم الحيوانات المنوية، ده كله من الأسباب اللي بتخليني أنا بلجأ إلى تحضير الست دي أو الراجل ده لعملية طفل الأنابيب. طيب إيه هي الخطوات اللي بستخدمها او ان انا بعملها في طفل الانابيب؟ طبعا زي ما احنا عارفين يا ما تجيلي الست في هذه الحاله واكتشفنا ان التلقيح الصناعي، ايضا يعني ممكن انا الجا للطفل الانابيب في سيده انا جربت معاها مره واثنين وثلاثه التلقيح الصناعي وما نفعش، او من الاول خالص انا مش هفكر في التلقيح الصناعي زي ما قلنا في حالات الانسداد الانابيب بطانه الرحم المهاجره الشديده، الضعف الشديد عند
الراجل لا انا بلجأ على طول الى موضوع التلقيح الطفل الانابيب يعني. واحنا هنشوف فيديو سريع كده برضه هيوضح لي العمليه، وانا هقوم بشرح العمليه بعد ما نشوف الفيديو ده زي ما هو يعني موضح دلوقتي اني بيحضروا السيده، ومن خلال السونار المهبلي بنسحب البويضات وبنسحب اي عدد بويضات بنلاقيها زي ما انتم شايفين كده، اي بويضه بنلاقيها بنسحبها وبنجمعها، وفي الناحيه الثانيه بيكون في المعمل بيحضر أجنة الراجل، أقصد الحيوانات المنوية، بتاخد زي ما شايفين كده الأنبوبة الممرضة بتاخدها بتديها للمعمل، المعمل بياخدها بيبحث عن البيضة، لأن أحيانا بتبقى الخملة أو الحويصلة اللي اتسحبت دي فاضية ما فيهاش بويضة، وبالتالي إحنا بناخد يعني بنجمع كل البويضات أو بنسحب كل البويضات وبنشوف البويضة اللي موجودة وهي دي اللي بنجهزها بعد كده. طيب هتكلم بقى باستفاضة عن عملية التجهيز لطفل الأنابيب. بيجي لي الراجل بناخد منه الحيوانات المنوية بتاعته وبنجهزها زي ما قلنا بنفس طريقة التلقيح الصناعي، ان انا باخد السريعة الغايبة منها الشوائب الغايبة منها الامراض الوراثية وبنخزنها عندي في ثلاجات او حضانات خاصة بهذا الموضوع، وبتجيلي الست برضو بديها. بس احنا دايما في بقى في طفل الانابيب وعملية الحقن المجهري بنبدأ من الست من اليوم 21 اللي قبل الدورة، بنديها حاجة اسمها اوفيولاتوري ريجوليتوري او ريجوليشن، ان انا بدي حاجة تمنع التبويض لحد ما تجيلي الدورة اللي بعديها. في الدورة اللي بعديها هبدأ اديها البروتوكولات الاندكشن حقن الاف اس اتش والاتش دي، بديها قبل الاباضه بحوالي 36 او 40 ساعه زي ما اتفقنا، وبتجي لي الست انا بحدد لها يوم قبل او بعد ما تاخد الحقن ب 36 ساعه بتجي لي المركز. دي بقى بتتم من خلال بقى بين كلي او من خلال تعقيم كامل وبنش كلي ودكتور تخدير، بيتم الست بنقول لها تبقى صايمه ومفضيه المثانه جيدا، وبتجيلي بتاخد البنج الكلي ونبدا نعقم تعقيم كامل للمهبل ولكل الادوات اللي حواليه، وبدخل السونار المهبلي من خلال داخله قسطره الشفط بتبقى مدمجه في البروب بتاع السونار المهبلي، وبكشف قدامي في الشاشه بلاقي كل البيضات اللي هي وصلت لمرحله النمو الكامل اللي هي من 18 ل 20 مللي او اعلى، وابدا اسحب في البيضات في انبوب معين بتبقى الممرضه المساعده ليا ماسكاه، بتاخد الانبوب بتوديه للدكتور الاجنه اللي بيبقى معانا في الاوضه الثانيه بيبحث هو، واحنا شغالين بالميكروسكوب بيقول لي هذه الخمله او هذه الحويصله بيها بويضه ولا لا، بيها بويضه هي قول لي خلاص دي فيها بويضه، مفيش بويضه هعمل غسيل تاني واسترجع البويضه تانيه، واي عدد من البويضات انا ببدا اسحبها، لان كل ما تزيد عدد البويضات اللي انا بسحبها كل ما هتنفعني وهتزود معايا عمليه النجاح زي ما كده هنشوف هنعرف الاسباب اللي هي بتؤدي الى فشل هذه العمليه، ان قله الاجنه او قله عدد البويضات اللي انا سحبتها، يعني كل ما الاقي عدد بويضات كتير اسحبها لان دي هستفيد منها وبتزود معايا نسبه النجاح. طيب خلصت انا عمليه السحب دي تماما وتمام تمام، واسحب من المبيضين لان انا بعمل حث للمبيضين، ببدا اشوف انا عندي كام بويضه، حصلت على 10 15 16 العدد اللي انا اقدر احصل عليه بيتم تجهيزه في المعمل، وتبدا مرحله المقابله اللي احنا قلنا عليها الحيوان المنوي اللي انا جهزته والبويضه اللي انا سحبتها بيبدا يتحطوا في حضانات خاصه داخل جار معين، بيتم التقابل معاهم، تبدا تتكون انقسامات خليتين 4 8 16، دخلنا بقى في مرحله الاجنه دي عمليه الارجاع بيتم في اليوم الخامس ان نحصل على الاجنه، وكل ما يكون عندي عدد اجنه كتير كل ما يكون عندي فرصه ان انا احقن اكتر من جنين الى داخل الام، يكون عندي فرصه لتجميد اجنه، يعني لا قدر الله
العملية الأولى دي فشلت أو ما حصلش حمل أو ما حصلش تثبيت للأجنة اللي أنا حقنتها، بدل ما ألف الست وأخليها تعمل لي كل هذه الإجراءات وكل هذه المصاريف، لا يبقى أنا عندي أجنة مخزنها عندي في الحضانات، هتبقى مجرد إن أنا آخد الجنين وأحضر بطانة الرحم للست وأبدأ أحقنها مرة أخرى، فده بيوفر عليا كتير. يعني زي ما قلت إن كل ما تبقى عدد الأجنة اللي أنا قدرت أحصل عليها ومن الدرجة الأولى واللي هي يعني درجتها كويسة وما فيهاش شوائب وما فيهاش عيوب، كل ما تبقى معايا أكتر كل ما ده بيزود نسبة النجاح وبيديني كمان فرصة إني أنا أعمل استرجاع أو أعمل عملية طفل القريب دي مرة أخرى من غير ما أكلف الست ومن غير ما أكلف جوزها بأي تكاليف إضافية. طيب جات لي الست في اليوم اللي انا حددته بعد 5 ايام على اساس ان انا ابدا ارجع هذه الاجنه اللي اتكونت عندي، بتجيلي دي بقى العمليه الارجاع دي ما بتحتاجش بقى بنج كلي ولا حاجه، لا دي بتيجي عادي من غير صيام من غير اي حاجه، بس بنحاول نقول لها لازم المثانه تبقى مليانه عشان تديني ديليشن او توضح لي الرحم اللي انا هحقن فيه الاجنه. هيبقى في الناحيه الثانيه الدكتور الاجنه محضر لي الاجنه في حضانات معينه بيسحبها لي في قسطره خاصه وبتجيلي القسطره الخاصه جاهزه موجود بيها الاجنه. هنختار طبعا 3 أجنة من الأجنة اللي هي الدرجة الأولى اللي هي بتبقى فيها الانقسامات أو مرحلة اللي بنسميها مرحلة البلاستوسيست أو مرحلة الأجنة، بتعتمد برضو حقن عدد الأجنة زي ما قلنا على العمر بتاعت الست وعلى بطانة الرحم اللي أنا ببقى مجهزة بديها زي ما قلنا الاستروجين والبروجسترون اللي بيقوي بطانة الرحم من قبل ما رجع من أول مرحلة السحب ماشي الست على البروجسترون لحد ما تجيلي تاني في يوم عملية الإرجاع بتاعة الأجنة. طيب هحقن الأجنة برضو تحت العيني اللي دايما بقول دي عيني في شغل الطفل الأنابيب اللي هو الفاجينال التراساوند أو السونار المهبلي، أنا شايف القسطرة هي وطالعة بعيني دلوقتي وبحقن الأجنة في منتصف بطانة الرحم وبسيب الست برضو مستلقية على ظهرها عدد من الساعات، وبعد كده بقول لها خلاص انت روحي عيش حياتك طبيعية مارس حياتك طبيعية مفيش أي مشكلة عندي، علاقتك مع زوجك عادي، وبعد 15 يوم بإذن الله بنبدأ نعمل لها اختبار حمل. طلعت اختبار الحمل بتاعي ايجابي هنقول لي ست انت مبروك عليك الحمد لله ربنا كرمك بالحمل، وبتجيلي بعد 15 يوم تاني هيبدا المفروض الاجنه اللي انا حقنتها تظهر في الرحم، هعرف اذا كان ال3 أجنة اللي انا حقنتهم دول في الرحم هما ال3 نموا ولا لا، نما 2 نما 1 يعني اللي يقدر يديه ربنا، او ممكن تجي لي الست مش حامل يبقى معنى ذلك ان هذه الاجنه فيها مشكله او فشلت انها تخترق بطانة الرحم، فشلت انها تنمو داخل بطانة الرحم، بنقول للست ان ما كانش فيه نصيب في هذه المرة، بس احنا الحمد لله عندنا اجنة محفوظة هنريح شهر وهتجيلي نجهزك تاني ونحقلك الاجنة دي تاني. طيب دي باستفاضة العملية اللي هي عملية الطفل الأنابيب وهي تقريبا بتبقى مشابهة لعملية الحقن المجهري، إلا أن الحقن المجهري بيختلف أن احنا بناخد زي ما هنتكلم بعد كده يعني الجنين وندخله بأسطرة أو بتروكر معين إلى داخل البويضة نفسها، يعني مش هيعمل مجهود حتى في الاختراق، مش هنحتاج منه أي مجهود حتى في الاختراق. يبقى لو احنا باستفاضة كده نظمنا العملية دي اني حضرنا الست حضرنا الراجل سحبنا الحمل المنوي وركزناه سحبنا البويضات قابلناهم حصل الحمل اخدناهم نقلناهم داخل الرحم، وبعد كده بتتم مرحلة بقى المتابعة مع الست. طيب دي كده يبقى احنا يعني قلنا كل حاجة عن طفل الانابيب وعملية الطريق اللي احنا بنعمل بيها، هنروح فاصل ونرجع نتكلم عن الموضوع تاني مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداعا للعقم مع مركز الدكتور مظهر عطية للولادة والعقم والحقن المجهري، يوجد بالمركز غرفة عمليات للولادة بدون ألم، غرفة خاصة للحقن المجهري،
غرفة إنعاش الأطفال بها حضانات على أعلى مستوى. كما يوجد بالمركز أحدث الأجهزة الطبية لرعاية الأم والجنين. للتواصل 012-84-50-444-3 093-27-96-222. العنوان: شارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي، طمى سوهاج. أهلا وسهلا بكم، عدنا مرة أخرى مع برنامج دنيا الأمومة. قبل الفاصل كنا شرحنا عملية طفل أنابيب إزاي بيتم تحضير الست، وعرفنا الأسباب كمان بتاعت اللي احنا بنلجأ ليهم إن احنا نعمل لهم طفل أنابيب. لكل عملية أو لكل شيء في الدنيا ليه أثاره الجانبية، وفي نسبة فشل ونسبة نجاح. أنا هحاول دلوقتي أتكلم عن إيه الأثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة إجراء عملية طفل الأنابيب. يعني كأي عملية جراحية ليها أثار جانبية. نتكلم عن ممكن الست تعاني من فرط استجابة المبايض اللي احنا بنقول عليه الهايبر استيميوليشن سندروم. يعني أنا عشان أثناء تحضير الست للطفل الأنابيب أو الحقن المجهري بديها كمية كبيرة من الحقن بتاعة التحسيس المبيض أو تنشيط المبيض، فقد يحدث من هذه الحقن أو من هذه المنشطات الكثيرة أن يحدث حاجة اسمها فرط حساسية، يعني هايبر استيميوليشن سندروم. المبايض بتتنفخ، ودي قد تؤدي إلى حدوث ألم يعني حاد أسفل البطن، رغبة في التقيؤ، قلة نسبة إدرار البول، صعوبة في التنفس، زيادة في وزن الست في أيام قليلة، انحباس في السوائل داخل البطن، نقول عليه أسايتس، أو في ارتشاح في الرئتين. دي مشكلة كبيرة، ودي أنا يعني ممكن إن احنا يعني نتجنبها من خلال المتابعة. يعني الست عشان كده دايما بنؤكد على يا جماعة اللي بيمشي في موضوع الطفل الأنابيب أو الاندكشن بهذه الصوره لازم يبقى في متابعه خلال يومين، عشان لو شفت المبيض بتاعك داخل الى المرحله اللي بنتكلم عليها دي لا نوقف، ندي حاجه مثبط، ندي انتي دوت، ندي اي حاجه بحيث ما تدخلش في المشكله. لان مشكله فرط الاستجابه للمبايض او الهايبر استيميوليشن سندروم دي مشكله كبيره، زي ما قلنا بتعمل المشاكل الكبيره دي، ان ممكن قد تصل الى حدوث ارتشاح في البطن او ارتشاح في الرئتين. لا، فدي احنا نعرفها، ان انا اديني بتابع من خلال المنظار المهبلي او من خلال قياس بعض الهرمونات اللي هو الاي 2 او من خلال قياس الحجم بتاع البويضه وعددها، كله ده بيحميني من المشكله اللي هي اسمها فرط الاستجابه للمبايض. دي نسميها يعني اثار جانبيه خلال عمليه التنشيط المبايض. في اثار جانبيه خلال سحب البويضات. طيب ايه هي الاثار الجانبيه اللي ممكن تحدث للست اثناء سحب البويضات؟ ممكن يحصل لو انا مش معقم كويس التروكر او الانبوبه اللي انا اسحب بيها تعمل لي التهاب في المبايض، تعمل لي نزيف داخلي، تعمل لي ده طبعا بيبقى مصحوب بقى بالم، التهابات في المنطقه اللي انا بحنتي فيها، حدوث ممكن وانا بسحب يحصل ثقب في الامعاء، يحصل يعني بتبقى دي اللي هي تعتمد على مهاره الطبيب اثناء عمليه السحب. طيب في حاله فشل عمليه الاطفال الانابيب بتبقى طبعا دي صدمه عصبيه ونفسيه وماديه على الزوجين، لان دي طبعا يعني دي تكلفه عاليه شويه. برضه زي ما قلت ان هو اللي جاي يعمل عمليه زي كده ده متاكد تماما ان هو بيلجا ليها او جمع فلوس، والله اعلم جمعها ازاي، على اساس ان هو مش قادر يحصل معاه حمل طبيعي، فخلاص المفروض هو دفع المبلغ كله ده اللي دفعه في مقابل ان يحصل حمل، فازاي بعد ما عمل ده كله جاهز نفسه كله وعايش حياته ان في حمل فجاه تقول له انت مش حامل؟ فدي بتبقى مشكله كبيره بتقابلنا وبنشوفها يعني. طيب يعني المشكله بقى اللي هي انا بتقابلني اللي هي نسبه النجاح، ونسبه النجاح يعني يا ريت نعرف اني ولازم نشرحها بصراحه لاي كابل او زوجين جايين مقبلين على عمليه مثل هذه العمليه، لان العمليه دي مكلفه فعلا، وخصوصا يعني الناس اللي هي ماديا منعدمه
بس نفسها يكون ليها جنين او يكون ليها او تسمع كلمه اب او تسمع كلمه ام. فبصراحه انا بشوف حالات بتبيع كل ما تملك، يعني انا صادف ان انا شفت حاله يعني باعت كل ما تملك فعلا، سواء الذهب بتاعها، سواء كان معاها ارض، كان معاها اي شيء، باعت كل حاجه ووفرت المبلغ اللي هو لزوم العمليه ده. ففعلا للاسف بعد ده كله نسبة العملية كانت ضعيفة معاها وفشلت، فكانت يعني كانت صدمة كبيرة، مش حتى للفلوس بس، لا، لأن هي تعتبر كده آخر أمل ليها كانت متعلقة بيه إن تكون أم أو إن يكون أب، انتهت، لأن لا معاهم فلوس تاني يقدروا يكرروا بيها العملية، ولا هم مهيئين نفسيا ولا ذهنيا دلوقتي بعد اللي حصل ده إن نكون نعم. فهي كانت فعلا دي حالة يعني أنا لا يعني لا أنساها، لأن فعلا كانت ظروفها منعدمة تماما، وحاولت وحاولنا معاها ان ربنا يكرمها، لكن للأسف ما حصلش. فلازم الست تبقى فاهمة ان العملية دي نسبة نجاحها مش بالشكل اللي احنا متخيلينه، مش نسبة نجاحها 100%، لا، دي نسبة نجاحها لا، يعني دي بتعتمد طبعا في عن عمر الزوجة، يعني عمر الزوجة من الأشياء اللي بتحدد لي نسبة نجاح هذه العملية. فأنا يعني مقسمينها إن عمر الست لو أقل من 35 سنة بتصل فعلا نسبة النجاح بتاعتها لحد من في بعض المراكز بتصل من 65 ل 70%، تحت 35 سنة طبعا ده بيبقى معاه عوامل في الزوج، إن يكون الزوج الحياة المنوي بتاعه ما فيش اي تشوهات، ما فيش اي امراض وراثيه، ان برضو الحركه مش منعدمه للدرجه. ايضا بطانه رحم الست، يعني هما ثلاث عوامل بيساعدوا على نجاح العمليه او بيحددوا لي نسبه نجاح العمليه: عمر الزوجه، تحليل السائل المنوي بتاع الراجل، بطانه الرحم بتاعت الست. ليه بقى؟ العمر والبطانه دول بيحددوا لي قوه البطانه على حمل الأجنة اللي أنا برجعها للست، والحيوان المنوي بتاع الراجل اللي بيحدد لي قوة الحيوان المنوي على الاختراق وعلى القوة والجينات الوراثية اللي فيه. فالثلاث أشياء دول هم اللي بيحددوا لي نسبة النجاح وبيعلوا لي نسبة النجاح. طيب، فأنا عشان أبقى صريح وأبقى أمين مع الزوجين اللي جايين يقدموا على هذه الحالة، لازم في الأول أشرح لهم نسبة النجاح وهم عليهم يختاروا. أقول لي: يا ست، أنتِ عمرك 35 سنة، جوزك تحليله كويس، انت بطانة الرحم مع العلاج ومع المتابعة اللي احنا شفناها معاكي تمام، فبس نسبة نجاحك مش هتتعدى 60%، مش هتتعدى 70%، فلازم تبقى عارفة كده. طيب، لا، ست جات لي عمرها مثلا من 37 سنة، من 35 سنة ل 37 سنة، هلاقي نسبة النجاح بتاعتها بتصل ل 50% واقل كمان من 50%، لازم تبقى عارفة ان انت عمرك او ظروفك الحاليه نسبه النجاح العمليه 50%. هتقدمي على هذه العمليه بهذه النسبه، اوكي، مش هتقدمي ما انت عرفت، عشان ما تقوليش انت ما قلتليش من الاول، ما فهمتيش من الاول. طيب، الست بقى اللي هي من 38 سنه الى 40 سنه، لا، دي نسبه النجاح قد تصل الى 30% ل 35%. ف فوق 41 سنه بقى بتنزل الى 20% او 22%، يعني محدش هيفكر مثلا. طبعا هو المتعلق لو 1%، لو قلت له 1% هيقول لك هنحاول ونجرب، لان هو ما عندوش امل تاني وما عندوش فرصه تاني غير هذا الطريق، يعني كل الطرق سدت امامه. فهو لو عنده امل 1% في عمليه زي كده هيكمل معاك وهيعملها، لكن لازم انت تكون امين معاه وتقول له، ما تقولوش ان لا دي نسبه العمليه دي 100%، لا، ده ان شاء الله ربنا هيكرمك، مجرد ما نعمل عمليه ربنا هيكرمك وهيبقى معاك جنين وهيبقى معاك حمل، لا، يبقى انت كده مش امين معاه، لان هو مش هتعرف انت الفلوس اللي هيجمعها دي هيجمعها ازاي، او هيعمل ايه عشان يجمع الفلوس اللي هيعمل بها العمليه. فانا هشرح له بناء على حالته الموجوده معايا قدامي: سن الست، حيوان التحليل المنوي بتاع جوزها، البطانه بتاعت الرحم من خلال المتابعه، انا احدد لك نسبه النجاح. طبعا نسبه، بس انا بديك يعني حاجه المنطق العلم او تحديد العلم بتاعنا عن نسبة هذه النجاح. هينفع معاك الكلام ده؟ يعني نسبة النجاح دي هتنفع معاك؟ هنتكل على الله ونبدأ في الإجراءات. مش هينفع معاك، يبقى خلاص احنا عملنا عليه. برضو في عوامل تانية انا اقدر
احدد بيها نسبه النجاح بتاعه العمليه غير الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي عمر الست. لو انا قست حاجه اسمه مخزون المبيض او الاي ام اتش، ده تحليل هرموني. احنا يعني انا عن نفسي افضل ان انا اي واحده بتجي لي بتقول لي يا دكتور انا عايزه اتابع معاك عشان انا عايز اعمل حقن مكاني، لا يا ستي اعملي لي الاي ام اتش او الانتي موليل هرمون. طب ليه يا دكتور اعمل التحليل ده؟ لان يا ستي التحليل ده بيديني فكره عن ان انت نسبه النجاح هتبقى كام. لان لو الانتي موليل هرمون ده او الاي ام اتش اكتر من واحد، كل ما بيزيد عن واحد كل ما نسبه، يعني معنى ذلك ان مخزون المبيض بتاعك الموبايل بتاعتك مليانه، وبالتالي نسبه النجاح بتاعتك بتبقى عاليه وامكانيه ان انا احصل على اجنه بتبقى عاليه. لكن لو انا لقيته اقل من واحد صحيح، معنى ذلك ان الموبايل بتاعتك يا ستي لا ده خلاص بدات تشطب، يعني انا امكانيه ان انا احصل حتى على 3 بويضات هتبقى منعدم، وبالتالي هتبقى عدد الاجنه اللي انا هحصل عليها منك هتبقى قليله، وبالتالي برضه هتبقى نسبه النجاح معاكي قليله. طيب الحويصلات الخامله في الموبايل، يعني انا عملت الاندكشن اللي احنا قلنا عليه ولقينا الموبايل بتاعتها مليانه بقى حويصلات، سحبنا اثناء عمليه السحب اللي احنا كنا شرحناها من شويه، لقينا كل الخملات اللي احنا سحبناها دي فاضيه. يعني ايه فاضيه؟ يعني حويصله وما جواهاش بويضه، يعني حاجه شكل كده زي ده اللي احنا قلنا عليه في عمليه اللي هو البوليسيستيك اوفري او في تكيس الموبايل، ان نلاقي خملات كتيره لكن ما فيهاش بويضه. دي برضو من الاشياء اللي بتحدد لي نسبه النجاح، ان انا سحبت حويصلات كتيره او خملات كتيره لكن مش لاقي فيها بويضات، لان انا يهمني اجمع مش حويصلات، ان انا اجمع بويضات. طيب مساحه الجسم ونسبه الدهون برضو مهم جدا ان احنا نقول للست الوزن، الوزن مهم جدا. كل ما الست وزنها يبقى ايديال اي يعني مناسب للطول زي ما بتقول، او على الاقل مش 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 دخلنا في مرحله السمنه ومرحله التخنه، ده برضو بيساعد على نجاح عمليه الطفل الانابيب او الحقن المكاني. برضو يكون في مشكله بقى تانية عضوية لا نستأصلها قبل إجراء العملية، في لوفة مثلا في عنق الرحم، ما نقولش تعالى يا ستي نعمل لك طفل أنابيب وعندك لوفة بعد ما نعمل ونكلف تخش مثلا في عمليه اجهاض، لا في التصاقات في التهابات في مش عارف انحباس سواء هنا او هناك، لا يبقى انا لازم عندي يعني دماغي شغاله ان انا في اسباب معينه ممكن تسبب اجهاض لان اعالجها. مش معنى ان انا هلجأ لطفل انابيب خلاص يا دكتور طب انت هنعمل طفل انابيب مش محتاجه الحاجات دي، لا ما الحاجات دي ممكن بعد ما اعمل طفل انابيب تؤدي الى الاجهاض، يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى برضه في حاجات دي بتساعد على نجاح هذه العملية. برضو من الأشياء اللي بتديني فكرة عن النجاح أو زيادة نسبة النجاح لهذه العملية هي عدد الأجنة المنقولة. يعني كل ما أنقل أجنة أكتر كل ما أقدر تديني فرصة إن أنا أختار الأجنة فيها الصالحة، الأجنة للدرجة الأولى. يعني لما تبقى عندي مثلاً 3 أجنة فرصتي في الاختيار بتبقى قليله، لكن لما بقى عندي 15 16 جنين طالعين لا ده انا هختار بقى ايه احسنهم. انا كل القوه اللي اقدر انقل بيها او العدد اللي اقدر انقله هم 3 أجنة، فما بقى قدامي 3 أجنة بس ما عنديش خيار، لكن لما تبقى عندي عدد كبير من الاجنه يبقى انا عندي اختيار بقى ان انا اختار احسنهم افضلهم احسنهم وانقلهم، وبرضه يبقى عندي زي ما قلنا فرصة ان انا اجمد بعض الاجنة في حالة الفشل في المرحلة الاولى. طيب برضو اللي بيزود من نسب النجاح ان انا اعمل دعم لليوتيال فيست افكت، زي ما قلنا ان هرمون اللي هو التحضير بطانة الرحم، نحضر بطانة الرحم لازم قبل العملية وقبل نقل الاجنة، لا بطانة الرحم تبقى بقى مستعدة وجاهزة وكل اوكي. ده من خلال ان انا بدي هرمون البروجسترون، بدي هرمون البروجسترون من اول ما جات الست وسحبنا منها الاجنه بنبدا نديها البروجسترون تستمر عليه لحد ما تجيلي ننقل الاجنه ونرجعها مره اخرى، وما بعد كمان النقل نديها البروجسترون والاستروجين بحيث ان انا احافظ على بطانه الرحم قويه، اجهز بطانه الرحم للجنين المنقول ده انه يتوغل فيه وينغمس فيه، وده بيزود بقى عدد الاجنه. يعني كل ما تبقى بطانه الرحم دي مجهزه وجيده
ومحضره قبل نقل الاجنه، كل ما فرصتي في عدد الاجنه المنقوله، يعني ممكن ليه انا في العمليات دي مثلا بنقل ثلاثه وفي ستات تيجي تكمل الثلاثه وفي ستات تكمل الاثنين وفي ستات ما بتكملش خالص، ده بيعتمد بقى مش يعني بيعتمد على الجنين، بس احنا الاجنه اساسا مختارين احسنهم، يعني المفروض احنا الثلاث اجنه اللي حققناهم دول احنا مختارين احسن ثلاث اجنه في الاجنه اللي اتكونت. طب ما ايه اللي ما بيخليهم؟ اللي هي البطانه بقى، البطانه وقدرتها على انها تحضن هذه الاجنه وتنمو بداخلها. فلازم انا ابقى محضر هذا الموضوع تحضير جيد جدا، تمام؟ دي اللي بيتم معايا في خلال في يعني دي النسب او الحاجات اللي انا بتديني فكره عن نسبه النجاح. يبقى انا يا ستي انت الست تجيلي بتقول انا يعني خلاص انا هقدم على عمليه تلقيح صناعي، اقصد عمليه الطفل العنبي، واقول لك يا ستي انت مثلا على حسب المعطيات بتاعتي، لا انت نسبه نجاحك قد كده، انت محتاجه تخسي شويه عشان ابدا معاك، لا انت عندك لوفه زي ما قلنا ورم ليفي في الرحم هنشيله في الاول، لا ده في بطانه رحم مهاجره في الحته دي هنخش نشيلها الاول، لا ده في التهابات في التصاقات طبعا عالج ده هنعمل ده هنجهزك من كله، لا بطانه الرحم بتاعتك ضعيفه طب هناخد علاج هنقوي البطانه، ده جوزك يعني عنده شويه ضعف كده هنعالجهم في امراض وراثيه هنحاول نديها علاج. لازم الحاجات دي كلها في الاول تتلم، لازم الحاجات دي كلها تتظبط قبل طفل الانابيب، مش مجرد عمليه نعملها وتسقط تنجح انا مش فارقه معايا، لا لا لازم نبقى امين في النقطه دي مع الست، ولازم نشرح للست دي الموضوع ده عشان نسبه النجاح تزيد معايا، ولان فعلا فعلا الفرحه ان يجي لي الشخص هذا الشخص اللي هو طفل الانابيب ويقول لي انا حامل دي فعلا هي يعني بتبقى يعني فرحة ما بعدها فرحة. طيب في يعني حاجات ونصائح يعني نحب نقولها للناس المقدمين على حاجة بهذا الشكل بتزود نسبة النجاح بتاعة حدوث الحمل من خلال فرصة طفل الأنابيب. يعني غالبا بنقول ان الست تبقى دورتها منتظمه يبقى ده برضه بيرفع نسبه النجاح، يعني كل ما تبقى دورتك يا ست منتظمه معنى ذلك ان المبادئ بتاعتك شغاله كويسه، معنى ذلك ان بطانه الرحم بيوصل لها الهرمونات منتظمه وبالتالي بتبقى قويه، يبقى ده برضه من الحاجات اللي بتزود نسبه النجاح. برضه زي ما قلنا المراه اللي بتعاني من السمنه الزائده لازم ان تخفف من وزنها، ام ده بقى ايه 80 تخضع للجيم تخضع لاي المهم تجيلي وزنها ايدل عشان نسبه نجاح العمليه تبقى مظبوطه. طيب برضو العكس يعني انا مش انخفاض الوزن بطريقه قويه جدا برضو ده يعني واحده يعني وزنها ضعيف جدا ده الموبايل اللي حاجه اسمها الانوركسيا نيرفوزا دي برضو حاجه بتمنع التبويض زي ما قلنا الناس اللي هي بيمارسوا الرياضات العنيفه او الاكسرسايز العنيف برضه من الاشياء اللي بتخلي الموبايل تفشل وبالتالي ما يبقاش في تبويض، لا احنا مش عايزين كده، يبقى احنا عايزين الايديال لا هي خاسه قوي ولا هي تخينه، او برضه من الحاجات دي اللي بتساعدني يعني. طيب التدخين سواء للراجل او للست الاثنين، التدخين بالنسبه للاثنين ده مهم جدا ان احنا نوقفه، لان التدخين بيضعف زي ما قلنا الحيوان المنوي قدرته على الاخصاب، برضه في الست ممكن يشوه اجنه وحاجات زي كده وتضعف البطانه الرحم. يبقى طبعا احنا عندنا بقى في مصر او في الصعيد عامه الست ما بنقولش في موضوع التدخين. دي كل هذه الاشياء اللي احنا سردناها سريعا دي حاجات بتزود نسبه النجاح العمليه، وشكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وداعا للعقم مع مركز الدكتور مظهر عطية للولادة والعقم والحقن المجهري، يوجد بالمركز غرفة عمليات للولادة بدون ألم، غرفة خاصة للحقن المجهري، غرفة إنعاش الأطفال بها حضانات على أعلى مستوى، كما يوجد بالمركز أحدث الأجهزة الطبية لرعاية الأم والجنين. للتواصل 012-84-50-444-3 093-27-96